حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن ذر، قال: حاء، حدثني يحيى بن جعفر، حدثنا وكيع عن عمر بن ذر، عن أبيه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت، وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين ايدينا وما خلفنا الايه